لي أول ليلة في شهر رجب. تاني نخلي بالنا مع بعض كده، احنا بس قبل ما نمشي نحب نشكر الأستاذ الحاج عادل الربع الله يبارك له، ويعني يعني بس يا ريت الإخوة يستنونا بس دقيقة بس قبل ما يمشوا. يعني سيدنا، نرجع بس للقول اللي بنقوله، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يقول إن هناك أربع ليال يستجاب فيها الدعوة: أول ليلة من شهر رجب، وليلة النصف من شعبان اللي احنا فيها دي، وليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان الإمام الشافعي يقول إن هناك خمس ليال يستجاب فيها الدعاء، ذكر الأربعة دول وزاد عليها ليلة الجمعة. فجزاكم الله خيرا. وقبل ما مع مسك الختام فضيلة الشيخ أستاذنا الشيخ ياسر الجعفري، نحب بس نشكر كل واحد من إخواننا ساهم في المسابقة دي، يعني لولا مجهودات حضراتكم ولولا جهودكم يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ما كانش المنظر الجميل احنا شفناه النهاردة دوت. نحب نشكر فضيلة الحاج عادل الربع، الحاج حسين، الحاج زكي، طبعا الحاج سيد بشكار، يعني ما شاء الله بمجهوداته يعني ربنا يكرمه ويحفظه ويجزيه خير، الحاج عبد الحليم الأشرم ربنا يبارك له، الحاج حسين جوهر، لو ما الحاج عبد النبي، اي واحد ما ذكرتوش باسمه كلكم جميعا كده، حماده حبيبي، حماده البواب، عم حماده البواب ده من الناس المحترمه الغاليين، تقول الجايزه ان شاء الله ما تزعلش. ومع مسكي الختام مع فضيله الشيخ ياسر الجعفري حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. في البداية كلنا هنردد مع بعض في الليلة المباركة دي نقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. لا انتوا بخلة كده مع بعض، يلا مع بعض وبصوت مرتفع: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. هذه الصيغة مجربة، من أراد أن تقضى له حاجة فليقولها في خلوة، ومن أراد أن يرى رسول الله فليخلص بها. فصلي على البشير. أغر عليه بالنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد: في السماء أحمد، وفي الأرض محمد، وعند الإله مقرب محمود. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله،
معذرة إن كان فيك تبياني وربوبيتي، ماذا أفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أصبحت كالفجر والضاح الأسارير، تدعو إلى الله في يسر وتبشير. فصل عليه، صل عليه. السؤال البسيط حتى لا أطيل عليكم، ودايما في بعض الأماكن تبقى مقربة إلى الإنسان، وهذا المكان الذي عشت فيه معكم هو مقرب إلى قلبي لما وجدت فيه من الألفة والحب والتآلف والتعاون بين أهله. المهم، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هنا في قسمين، القسم الأول قسم أصحاب رسول الله، والقسم الثاني نحن الذين اتبعناه. ولاحظ لفظ الإحسان، بس عشان نعرف قيمة الصحابة، لما أقول لك الصحابة كانوا من أهل الجنة من قبل أن يذوقوا الموت، هتصدقها؟ تخيل بشر ماشي وبياكل وكل حياته الطبيعية، ويعلم أن جزءا منه وأنه من أهل الجنة، ولذلك تركوا الدنيا وخافوا الفتنة. ننظر إلى نموذج لتتعرف على الطبيعة البشرية التي قد تفوق الملائكية، وانت معاهم وانت زيهم وانت من نسلهم، بس تعمل بايه؟ بعملهم، تتشبه بيهم. النهاردة الشباب بيحب بتوع الكورة وبتوع الفن ومش عارف ايه وايه وايه وايه، لينصرف انظارهم عن اصحاب رسول الله. ولذلك للأسف ان احنا نفتقد الحديث عن اصحاب رسول الله حتى في خطب الجمعة بالنسبة للوزارة. لكن لما تعرف قيمتهم هتعرف ان صلاح المجتمع بانك انت تتعرف على هؤلاء الرجال الذين وصفهم المولى بهذا اللفظ، لان في رجل وفي ذكر، كلنا ذكور لكن الرجولة لها سمات وخصائص. يوم ربنا يجي يوصف أصحاب النبي يقول له إيه؟ من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
أول نموذج خليفة رسول الله سيدنا النبي يقول إيه عنه؟ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر إيه خليلا، ألا إن صاحبكم خليل الله. أبو بكر قيمته إيه؟ صحابي. طب قيمته عند ربنا إيه؟ صلي عليه الأول. لا صلي بضمير، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. سيدنا أبو بكر كان قاعد مع سيدنا النبي، ففوجئ سيدنا النبي بسيدنا جبريل ناجي، فظن الحبيب أنه أتى بقرآن جديد نزل ببعض آيات القرآن، لكن للأسف كان نازل ببشرى. البشرى دي لمين؟ لسيدنا أبو بكر. يا محمد إن الله أرسلني إليك لتبلغ رسالة منه لاثنين، أما الأولى أم المؤمنين السيدة الطاهرة العفيفة خديجة بنت خويلد، وأما الثانية فليا عبد الله بن أبي قحافة سيدنا أبو بكر الصديق، فقل لهما إن الله أعد لك لمين؟ لأم المؤمنين سيدة خديجة، أعد لك قصرا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ايه ولا نصب، واما ذاك كان جاي في الطريق بقى ابو بكر، فاذا ما وصل اليك فاقرئه من ربه السلام. اقرئه ايه؟ اقرئه من ربه السلام وقل له يا أبا بكر إن السلام يقرئك السلام ويقول لك أنه راض عنك، فهل أنت راض عن ربك؟ فهل أنت راض عن ربك؟ أنا عاوزك تتأمل طبيعة بشرية توصل في مرحلة الزهد والعبادة والتقوى والنقاء حتى أن الله يطلب رضاه. وأما الثاني فهو الخليفة العمري أبا حفص. أبا حفص الفاروق عمر، ماذا قال عنه رسول الله؟ احنا مش قلنا لما نسمع سيرة النبي نصلي عليه؟ قال النبي أتدرون من البخيل؟ قالوا من لا ينفق، قال لا، قال من ذكرت عنده ولم يصلي ويسلم عليه. انتوا بخلة، صلي عليه. طب زيد النبي صلى. سيدنا محمد يقول
عن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو كان نبي بعدي لظننت أنه عمر. لو كان هيرسل نبي بعدي هيكون مين؟ عمر. لدرجة أن الوحي كان يتنزل برأي عمر في حضرة سيدنا رسول الله. تخيل إن ربنا عز وجل يصدر حكم موافق لعبد من عباده ويتخذ إلى يوم القيامة دستورا وقرآنا يتلى وقرآنا يتلى. طيب إزاي سيدنا عمر في الجنة؟ تعالوا شوفوا حياء النبي وقيمة سيدنا عمر. ليلة الإسراء مر النبي على مواضع بالجنة صلى الله عليه وسلم فنظر في الأفق فإذا بحوراء أعجبه حسنها. ما تصلي عليه. حوراء من حور الجنة كده واقفة كده وقاعدة في القصر بتاعها وتبص من بوجهها من شرفة القصر. فنظر النبي فأعجبه حسنها. حسنها جميلة. فقال: يا أخي يا جبريل، يا أخي يا جبريل، لمن تلك؟ زوجة مين دي؟ فقال: إنها لفتى من قريش، لواحد من أبناء قريش. فقلت في نفسي: أنا فتى قريش، ما أنا خاتم الأنبياء. ما اسمه؟ اسمه ايه؟ عاوز يتأكد. فقال: إنه عمر. فكفأت بصري عن النظر، فكفأت وغضضت بصري عن النظر، لأني أعلم غيرة عمر على النساء. فلما هبط قال له: يا عمر، ألا أبشرك؟ إيه رأيك أبشرك؟ قال له: ماذا؟ قال: إني لرأيت الحور العين يتزين لك في الجنة، وإني رأيت إحداهن فأعجبني حسنها، فلما تأملتها قلت لمن؟ قالوا لعمر. فغضضت بصري لما أعلم من غيرتك. فبكى عمر وقال: أو منك أغير يا رسول الله؟ أو منك أغير يا رسول الله؟ هذا هو الخليفة الثاني. أين تاريخه؟ ولماذا العلماء لا يتحدثون عن أصحاب رسول الله؟ والمسيرة طويلة، وأكتفي بحديث رسول الله: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم؟ فلنقول معا: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. علي صوتكوا، الليله ليله رفع الاعمال، خلي عملك يرفع وانت بذكر رسول الله لسان رطب وقلب يشع منه نور الصلاه على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
صلاة تحسن بها أخلاقنا وتيسر بها أرزاقنا وتدفع بها المشاق عنا وتدفع بها المشاق عنا وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق مش الطلاق الطلاق بالقاف ما طلقتش انت الحريم الطلاق وجبه إلى يوم الطلاق تاني حاضر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نبلغ بها رضاءك وننال بها جنانك ونحشر يوم القيامة في ظلك بها اللهم صل وسلم صلاة دائمة كاملة تامة عليك يا سيدي يا رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شاكرين لكم حسن الاستماع على أن نلتقي في لقاءات قادمة إن بقي في الأجل عمر الله الحلوة دعم الشيخ ياسر جزى الله فضيلة الأخ والعالم الجليل ياسر الجعفري خير الجزاء على هذه الكلمات الرائعة وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وتقبل الله منا ومنكم شكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير حقا إنها ليلة طيبة مباركة حقا لقد أضاء المسجد نور على نور بحضور علمائنا الأفاضل إنهم كوكب من نور شكرا لكل من حضر وساهم في هذه الليلة الطيبة المباركة نشكر فضيلة الشيخ محمود عبد السلام قارئ القرآن الكريم ونشكر فضيلة الشيخ أحمد الإهواني المبتهل الديني ونشكر فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم السعدوني من كبار علماء وزارة الأوقاف ونشكر فضيلة الشيخ ياسر الجعفري من كبار علماء وزارة الأوقاف ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جمال شحاتة من كبار علماء الأزهر الشريف بارك الله لنا فيهم وجزاهم الله خير الجزاء وإن شاء الله إن كان في العمر بقية فإن شاء الله في رمضان في ليلة القدر سوف تقوم